مرحبا بكم مشاهدينا في اليوم السابع، نستعرض لكم ما اهتمت به الصحف على مدار أسبوع كامل لنناقش ونحلل آراء الكتاب في أبرز المواضيع. الملف العراقي يتقلب على صفيح ساخن، تركيا تستبيح الحدود وإيران تستبيح صنع القرار السيادي في العراق، فهذا ما حجز حيزا كبيرا في أوراق الصحف الصادرة على مدى أسبوع كامل. لذا نستذكر سوية ما تصدر صفحات الصحف لهذا الأسبوع. نبدأ من صحيفة إيزافيستيا الروسية والتي عنونت هناك مخرج، روسيا توقفت عن العمل في آلية تفادي الصدامات في سوريا. العربي الجديد أشارت إلى أن مكافحة الفساد شماعة النظام السوري لسحب أموال مسؤوليها. أما واشنطن بوست فتطرقت إلى أن الغارات التي أمر بها الكاظمي ضد الميليشيات تمثل نقطة تحول في بغداد تجاه طهران. العرب اللندنية كتبت لا صوت يعلو على صراخ أردوغان في الإعلام التركي. أحوال تركيا نوهت إلى أن أردوغان يخنق تركيا بحظر حوالي نصف مليون موقع إخباري. الشرق الأوسط سلطت الضوء إلى أن اللبنانيون يفرون من الجوع إلى الانتحار. هذه كانت أبرز الملفات التي طويت بها صفحات الصحف الصادرة لهذا الأسبوع. أرسلت سلطات رجب أردوغان في السنوات القليلة الماضية جنودا أتراك للعمل في سوريا وليبيا والصومال واليمن، وأضافت إلى تلك القائمة قبل أسبوعين عندما نقلت وحدات عسكرية جوا إلى شمال العراق. صحفيون ومحللون وكتاب ومتابعين رأوا بأن النظام التركي يسعى لإنشاء منطقة عازلة وأيضا لتقسيم الجغرافيا الكردية على غرار تلك التي حصلت في الشمال السوري وبذات الحجج والذرائع المصطنعة. يأتي هذا في وقت تخوض فيه حكومة مصطفى الكاظمي معركة من نوع آخر في الداخل العراقي، متمثلة بهجوم قوة نظامية على مقر كتائب حزب الله جنوبي بغداد. فهناك من فسرها على أنها ليس مدعاة لرمي المنديل وإعلان الهزيمة مبكرا في معركة ضبط فوضى السلاح واستعادة حد أدنى من هيبة الدولة، فالمعركة ليست سوى في بداياتها، ورئيس الوزراء يمتلك أوراقا أخرى غير المواجهة العسكرية المباشرة، أهمها الورقة المالية التي يتيح الظرف الحالي استخدامها بفعالية ضد الميليشيات. هذه الأطروحات نناقشها ونحللها من وجهة نظر صحفية في حلقة الليلة. وقبل أن نبدأ نقاش الليلة يمكنكم أيضا إبداء رأيكم مشاهدينا من خلال التصويت على السؤال المطروح على موقعنا الرسمي وعلى الفيسبوك. في مقال للكاتب دايفيد ليبسكاح نشر في صحيفة أحوال تركيا، نتابع أن تركيا تخطط للبقاء في العراق وعلى وجه الخصوص في إقليم كردستان تماما كما فعلت في المناطق الكردية في سوريا. أرسلت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان في السنوات القليلة الماضية جنوداً أتراكاً للعمل في سوريا وليبيا والصومال، وأضافت إلى تلك القائمة قبل أسبوعين عندما نقلت وحدات المغاوير جواً إلى شمال العراق. وقال الصحفي المقيم في السليمانية ومحلل الشؤون الكردية في السليمانية بيستون خالد لأحوال تركيا، تخطط تركيا لإنشاء منطقة عازلة وأيضاً لتقسيم الجغرافيا الكردية، مضيفاً أن مثل هذه الخطوة ستكون غير مسبوقة في المنطقة ذات الأغلبية الكردية بشمال العراق. وقال إن وسائل الإعلام التركية تقول بوضوح أن الهدف من هذه الاعتداءات هو وضع موطئ قدم هناك، إنها المرة الأولى التي تقيم فيها تركيا سيطرة على الأراضي في إقليم كردستان العراق. وعندما بدأ توغل أنقرة في شمال العراق أثار هذا التوغل بالفعل مخاوف مماثلة، حيث أدانت لجنة الولايات المتحدة حول حرية الديانات في العالم هجوم تركيا وحثت أنقرة على التوقف
بعد أن ضربت الغارات الجوية المناطق اليزيدية والمسيحية، مما أسفر عن مقتل 5 مدنيين وفقاً لتقارير محلية. ورأى خالد في ذلك إشارة واضحة على أن تركيا تخطط للبقاء تماماً كما فعلت في المناطق الكردية في سوريا، كما أعرب عن قلقه من أن تركيا قد تكرر سياستها في ليبيا وتستورد الآلاف من المتمردين السوريين المتطرفين لتأمين منطقة عازلة مخططة. وقال هناك خوف بين الناس من أن السيطرة على تلك المناطق قد يتم تسليمها إلى المسلحين الجهاديين السوريين، حيث تمتلك تركيا نقاط سيطرة لحمايتهم، وهو ما يمثل تهديداً كبيراً لأمن وسلامة المنطقة بأكملها. ولقراءة أوسع أرحب بضيوفي الكرام، من بيروت الكاتب الصحفي علي الأمين، ومن بغداد الأكاديمي والباحث السياسي حسين الكناني. أهلا بكم ضيوفنا أعزاء. أبدأ معك أستاذ حسين، ومما قاله الكاتب دايفيد ليبيسكا في صحيفة أحوال تركيا بأن سلطات رجب أردوغان في السنوات القليلة الماضية أرسلت جنود أتراك للعمل في سوريا وليبيا والصومال واليمن، ولكن اليوم يضاف إلى القائمة إقليم كردستان في شمال العراق على غرار الشمال السوري. بداية، متابعتكم وقراءتكم لهذه الممارسات العدائية التركية في العراق. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. تركيا لا تخفي رغبتها من السيطرة على مناطق، يعني سواء كانت في العراق أو في سوريا، وبالتالي تحاول أن تستفيد من حالة عدم الاستقرار الأمني والتي قد تكون هي ضالعة به إلى حد كبير، من خلال تسهيل دور الكثير من الإرهابيين سواء كانوا باتجاه سوريا أو باتجاه العراق. فبالتالي هي تستفيد من حال ضعف الحكومات في العراق ذلك والتمدد على حساب هذه الدول، وتأتي يعني وتقوم بممارسات غير مقبولة على مستوى العلاقات الدولية بين الدول المتجاورة، وأيضا هي تخالف كل الأعراف الدولية، ومن هنا هي تحاول الاستفادة إلى حد كبير وأن تنصب الكثير من النقاط العسكرية، وأيضا تحاول أن تتذرع بوجود عناصر تهدد أمنها القومي، ومن دون الرجوع إلى تلك الدول تقوم بعمل منفرد من أجل تثبيت نقاط عسكرية. الغرض منه هو كما أعلنت وهو واضح أن تحاول أن تسيطر على أكبر قدر ممكن من هذه الأراضي والممرات والجبال، ومن ثم تبدأ بمرحلة أخرى. ينضم إلينا أيضا من بغداد الكاتب والمحلل السياسي باسل الكاظمي. أستاذ باسل، بعد الترحيب بك، كيف تابعتم وتتابعون العدوان التركي على مناطق واسعة من إقليم كردستان؟ وهل تعتبرون فعلا بأن تركيا وعلى رأسها نظام رجب طيب أردوغان تسعى وتخطط لإنشاء منطقة عازلة وأيضا لتقسيم الجغرافيا الكردية كما ورد في أروقة الصحافة التركية المعارضة الأسبوع المنصرم؟ تحية طيبة لكم ولقناتكم الموقرة وللسادة المشاهدين وضيوفكم الكرام. سيد العزيز، الجانب التركي كل المعطيات والمؤشرات تشير بأنه ليس بأنه حول مسألة تهديد الوضع الأمني التركي وهنالك معارضة وهذه مسميات. الجانب التركي لديه أطماع بالأراضي العراقية، وكل هذه المسائل قد أشيرت من خلال الهجمات وبدون العودة إلى الحكومة المركزية في بغداد والتنسيق مع بغداد. هذا جانب. الجانب الآخر، لو كان هنالك تنسيق مع بغداد وإلى آخره لما بأنه بغداد بأسبوع واحد تستدعي السفير التركي وترفض هذه الانتهاكات، وهذه تعتبر انتهاكة إلى السيادة العراقية. فالقرارات التي تصدر من تركيا وهذه المسائل التي تصدر السلبية إنها مرفوضة جملة وتفصيلا، وتركيا لديها مآرب بأنه أن تأخذ الكثير من الأراضي داخل العراق، كل أنها هنالك قاعد في العراق. تركيا الآن تتعامل بالسياسة مقاربة إلى السياسة الإيرانية عندما تدخلت بالكثير من البلدان في العراق وسوريا والكثير من البلدان. هذه المسألة مرفوضة، رفضت من قبل الرأي العام وهو مصدر السلطات قبل أن تصدر بأنه أن ترفض من قبل الحكومة. فالآن الجانب التركي ليس لديه أي ذريعة أو أي حجة بأنه ما هي الأسباب التي بدأ بالهجوم
في داخل الأراضي العراقية ويحاول يوما بعد يوم أن يدخل إلى العمق. هذا الجانب. الجانب الآخر إن نتحدث حول الاتفاقية التي حدثت سنة 1988. هذه الاتفاقية ليس كما تتعامل بها السياسة التركية الآن. السياسة التركية الآن هي بعيدة جملة وتفصيلا عن هذه الاتفاقية وعن احترام الدولة واحترام سيادة الدول الأخرى. طيب أستاذ باسل، يعني حقيقة تحدثت على المطامع التركية في الأراضي العراقية. النظام التركي اليوم لا يخفي هذه المطامع ويتحدث عن أن من حلب إلى الموصل هي امتداد لدولته المزعومة. هذه مسائل بأنه بصراحة لا المنطق ولا العقل بإمكانه أن يتحدث بها، لكون نظام الدولة ونظام الدول والقانون الدولي وإلى آخره لا يسمح لا لتركيا ولا غير تركيا بأن كل يريد أن يأتي ويتحدث بما يراه مناسبا. طيب أستاذ، هذه غير صحيحة. هذا من جانب. الجانب هناك أساسي، تركيا تتعامل بهذه السياسة بعيدا عن أنظمة الدول وبعيدا حتى عن العرف الذي حدث والتقسيمات التي حدثت في الآونة الأخيرة بين الدول. تركيا تريد بأن هي التي تصبح شرط المنطقة أو هي التي تأخذ ما تريده بدون أن يكون هنالك رادع أو يكون هنالك أطراف ترفض هذه المسألة. فالآن بأن المسألة الأساسية على المحكمة الدولية وعلى حتى الجامعة العربية يكون لديها موقف شجاع اتجاه هذه الانتهاكات. إذا استمرت هذه الانتهاكات بمعناه تركيا تتعامل بنظام المافيات، ونظام المافيات هذا ليس نظام دولة حقيقية، هذا نظام اللا دولة. طيب أستاذ باسل، يعني اليوم أنت ذكرت أيضا بأن هناك عدوان إيراني إلى جانب العدوان التركي حقيقة يشهده العراق، ومن جانب آخر فعلى مدى 17 عام مضت يعني والعراق يعاني من فقدان هيبة الدولة والسيادة المستباحة بحسب ما ورد أيضا في صحيفة الشرق الأوسط. بداية يعني الحكومة العراقية لم تتخذ منذ ذلك الحين وإلى الآن أي خطوات فعلية. برأيك يعني ما الخطوات الواجب اتخاذها من قبل الحكومة العراقية لتفادي هذه الهفوات دعنا نسميها؟ سيد العزيز، يجب علينا أن نميز أو بأنه أن نفصل المسائل بين الجانب التشريعي والجانب التنفيذي والقوى السياسية. نعدنا بأنه إلى الجانب التنفيذي. الآن السيد رئيس الوزراء الكاظمي بعد مرور 17 سنة هو يتعامل بسياسة الدولة الحقيقية، والدولة الحقيقية يعني لا يوجد هنالك انتهاك للسيادة الدولة، لا يوجد تدخلات إلى سيادة الدولة وكل هذه المسائل. أما العنصر الأساسي والمهم، هل القوى السياسية سوف تنسجم مع السيد رئيس الوزراء وتترك بأنه الولاءات الخارجية وكل يؤدي ولاء إلى دولة معينة وعبارة عن أنهم موظفين إلى السفارات؟ هذه النقطة الجوهرية. السيد الكاظمي لا يمتلك عصا سحرية حتى يغير كل هذه التراكمات التي حلت بالعراق على مدى 17 سنة. نلاحظ وتترجم الآن على أرض الواقع بالتغييرات ببعض المناصب، واليوم ما صدر من هذه التغيرات هذه نقطة إيجابية وتبشر بخير بأن العراق بأنه سوف يبدأ بنقطة انطلاقة وإلى آخره. طيب، لكن بجانب آخر، هل القوى السياسية سوف تضع مطبات إلى السيد رئيس الوزراء أم تضع السيد رئيس الوزراء يستمر بهذه التغييرات على ذكر هذه النقطة أستاذ باسل عن الانتهاكات الخارجية والتدخلات الخارجية؟ طيب سنأتي على ذكر هذه النقطة، لكن لو سمحت لي أن أنتقل إلى ضيفي من بيروت الأستاذ علي الأمين. أستاذ علي، كيف تابعتم وتتابعون العدوان دعنا نسميها المزدوج التركي الإيراني في الآونة الأخيرة على الأراضي العراقية؟ تحياتي لكم ولضيفك وللمشاهدين. أهلا بك. لا شك يعني أن هذا العدوان المستمر على العراق الذي يأخذ أشكالا مختلفة هو الذي يعكس بطبيعة الحال أحد أبرز مظاهر الأزمة العراقية، بمعنى أن هذا العراق تحول إلى أو كاد يتحول إلى مساحة صراعات إقليمية ودولية على أرضه، وبالتالي ما جرى أخيرا على مستوى التعامل التركي أو الإيراني مع في العراق هو يعكس على هذه الاستهانة بالسيادة العراقية.
والتعامل باعتبار أن الدولة العراقية أو الحكومة العراقية أو السلطات العراقية ليست في وضعية تتيح لها أن تقول نحن أصحاب القرار، وبالتالي لن نسمح بأن يكون هناك أي دور أو أي تدخل أو أي مبادرة أمنية وعسكرية وما سوى ذلك من سلوكيات يمكن أن تقوم بها إيران أو تركيا في أي منطقة. نحن نعلم بطبيعة الحال أنه هذه المعضلة الحقيقية التي ربما يواجهها العراق اليوم في ظل المحاولات التي ربما نستبشر بها خيرا بأن هناك سعي حقيقي لإعادة بلورة الوطنية العراقية على قاعدة الاستقلالية عن كل هذه المحاور، من دون أن يعني ذلك عداء مع هذه الأطراف بقدر ما هو رغبة عراقية ونظام مصالح عراقية لا يمكن أن يستقيم من دون أن يكون هناك استقلال وطني عراقي وهوية وطنية عراقية تشكل غطاء لأي سلطة ولكل الاجتماع وللاجتماع السياسي العراقي. بكل الأحوال هذه الخطوات بطبيعة الحال تزيد أكثر فأكثر من يعني العدوان التركي أو التدخلات الإيرانية أو سوى ذلك من تدخلات أخرى يمكن أن تطال العراق من أطراف خارجية. كل ذلك يعني يجعل من مسألة أن يكون هناك سلطة عراقية فاعلة وسلطة عراقية متماسكة في الداخل وتقوم يعني على نصاب سياسي وطني عراقي مسألة أساسية وجودية لا تتصل فقط بمعالجة الأزمات الداخلية التي نعرفها جميعا فيما يتصل بالتحديات المطروحة داخل العراق، إنما أيضا بالضرورة بالدرجة الأولى يعني إشعار كل الأطراف الخارجية ولا سيما في تركيا وفي إيران إلى أن هناك دولة عراقية حقيقية ولن تستكين في مواجهة كل هذه السلوكيات التي تنتهك السيادة العراقية. أستاذ حسين، بالانتقال إليك، واجئنا على ذكر إيران والشيء بالشيء يذكر، كما يقال في صحيفة الشرق الأوسط هناك تأكيد صحفي بأن زحف سلطة الفصائل المسلحة الموالية لإيران على الدولة والتغلغل في مفاصلها أو يعني ما يشابه أو ما يشبه الدولة العميقة في العراق هو من يعلق جرس المواجهة معها، يعني اليوم المتحكم في القرار السياسي العراقي هي إيران، كيف تقرأ وجهة النظر هذه؟ أعتقد أن هذه ذر الرماد في العيون تأثير أي فكر لكثير من الدول يتعلقون بشماعة إيران. الحكومة التي تم تشكيلها، هذه الحكومة ليست إيران، يعني ليس لإيران طرف فيها، بالتالي كل التصرفات وكل الإجراءات التي تتخذها هذه الحكومة هي بعيدة كل البعد عن التدخل الإيراني، بغض النظر عن مسألة قبول أو عدم قبول هذا التدخل. بصورة عامة هذه الحكومة معروف لدى الشارع العراقي، هي أصبحت نتاج للتظاهرات التي خرجت في أو تسمى يعني حركة تشرين، وكل هذه التحركات التي حصلت في الشارع العراقي المحرك الأساسي لها هو الإدارة الأمريكية، الجوكر الأمريكي. ومن خلال ايضا ولكن استاذ حسين، الا ترى بان انتشار السلاح وتعدد الفصائل المسلحه التي تدين بالولاء لايران هي من يعيق يعني سياده العراق والحفاظ على وحده اراضيه ووحده قراره السياسي؟ دعنا نقول لا، بالعكس، لولا الحشد الشعبي الذي استطاع ان يدحر الارهاب من حدود بغداد إلى الموصل وكذلك إلى الحدود العراقية السورية، الحشد الشعبي يعني هو نتائج الفتوى السيد السيستاني، وبالتالي الآن هو يعني من ضمن منظومة الدفاع للدولة العراقية. وما قام به السيد الكاظمي في الفترة الأخيرة هو إجراء غير قانوني وغير مسؤول، ولاحظنا كيف أنه تراجع عن هذه الخطوة الغير مدروسة. كان من الممكن أن يعرض أمن البلاد إلى الخطر. طبعا هذه الخطوة هي نتيجة الدعم والوحي الأمريكي لهذه الحكومة، وبالتالي الحكومة
بعيدة كل البعد عن الجمهورية الإسلامية، وبالعكس هي أقرب ما تكون للإدارة الأمريكية. الخطوة الأخيرة اللي اتخذها السيد الكايد الكاظمي خير دليل على ذلك، وبالتالي اليوم الكثير من المكونات هي جزء أساسي من هذه الحكومة. الأكراد حاضرون وبقوة، الأخوة في المناطق الغربية والوسطى حاضرون وبقوة، حصصهم في الوزارات حاضرة، وبالتالي لا من غير الإنصاف أن نصف هذه الحكومة على أنها حكومة تابعة أو أن هنالك تدخل إيراني في تشكيل هذه الحكومة. نعم هنالك جهات وأحزاب لديها علاقات. الحكومة العراقية هي ليست تابعة، مو هذا المقصد، يعني أن الحكومة العراقية هي تابعة لإيران، ولكن إيران متغلغلة في مفاصل الدولة العراقية، يعني وما شاهدناه من خلاف بين السيد مصطفى الكاظمي وكتائب حزب الله العراقي هو خير دليل على تغلغل هذه الفصائل في مفاصل الدولة. أولا كتائب حزب الله ليس جزء من الدولة وغير مشارك في الدولة. ما قام به السيد الكاظمي استهداف للفصائل الحيز الشعبي وبصورة غير قانونية، وبالتالي تراجع عن هذه الخطوة، لأنه لو كان هذا الإجراء قانوني لم استطاع أحد أن يفرض أي خطوة على السيد الكاظمي. وبالتالي مسألة استهداف الكتائب بالخصوص، مع العلم يعني للمشاهدين أنه كتائب حزب الله ليس جزء من العملية السياسية وغير مشاركين بالعملية السياسية وليس لديهم أي اتصال بالعملية السياسية، لماذا تم استهداف كتائب حزب الله بالخصوص؟ بسبب الإيحاء الأمريكي وبسبب الدفع الأمريكي لحكومة الكاظمي وقامت بهذا العمل. وهناك من الصحفيين من يقول بأن هذه الخطوات هي خطوات أولى باتجاه حصر السلاح بيد الدولة، ولكن لو سمحت لي أن أنتقل إلى ضيفي الأستاذ باسل. أستاذ باسل، صحيفة العرب تشير إلى أن مصطفى الكاظمي فعلا قد خسر أول مواجهة له في معركة ضبط فوضى السلاح وفرض سيطرة الدولة على مجالها باستخدام قواته النظامية، كيف تعلق على هذا الطرح؟ سيد العزيز، السيد مصطفى الكاظمي ضمن إذا تحدثنا دستوريا فالمادة 78 هو يعتبر القائد العام للقوات المسلحة وهو رئيس مجلس الوزراء، فرئيس مجلس الوزراء هو القائد العام للقوات المسلحة، هو بإمكانه أن يتخذ القرارات المناسبة بدون العودة أو بدون هذه الوسائل. لاحظنا السيد الكاظمي هو تعامل بسياسة واضحة وسياسة بناء دولة حقيقية. لا ننسى والمتابع على اطلاع بأن العراق قد وضع في تراكمات، بأن هنالك سجالات، أن هنالك تدخلات خارجية، أن هناك إملاءات خارجية وإلى آخره. الآن بدأ ترتيب الأوراق مع السيد الكاظمي، هذا من جانب. جانب آخر، نحن لماذا نتحدث عن السيد الكاظمي حول مسألة ما حدثت قبل أيام من الاعتقالات؟ السيد الكاظمي هو جهة تنفيذية قد أصدر القضاء مذكر بحق هذه الأسماء، فالسيد الكاظمي كجهة تنفيذية هو ملزم أن ينفذ القرارات التي تصدر من القضاء العراقي. فمن يعارض حول هذه المسألة بإمكانه أن هنالك قضاء ويرحل إلى القضاء ويتم يعارض إذا أراد أن يعارض أو يتفق مع القضاء إذا أراد أن يتفق، لا يمكن العودة إلى السيد الكاظمي. هل بأنه الآن بأنه نحن نبقى نتفرج ونقول كل مسألة ونضعها بشماعة السيد الكاظمي؟ هذا غير صحيح. طيب يعني ما حدث في الآونة الأخيرة لا يندرج تحت يعني مسيرة السيد الكاظمي في حصر السلاح بيد الدولة ويعني مواجهة الفصائل المسلحة؟ لا سيد العزيز، السيد الكاظمي الآن يريد حصر السلاح بيد الدولة جملة وتفصيلا، ولا يريد بأنه أن يكون هنالك سلاح منفرد، ولا يريد أن يكون جميع خارج عن سيطرة الدولة. هل يوجد في كل أنظمة العالم بأن هنالك دولة ونظام دولة ويوجد مجاميع هي بعيدة عن الدولة وسيطرة الدولة؟ نعدنا نتحدث عن الحشد الشعبي. قلنا الحشد الشعبي عندما صوت عليه بالبرلمان أصبح تحت أمرة القائد العام للقوات المسلحة. هذا تحصيل حاصل، فيكفي بأن
كل ما يصدر من قبل السيد رئيس الوزراء بأن يأتي باللوم على رئيس الوزراء والتدخلات وإلى آخره. فلننظر ما هي القرارات التي تصدر من رئيس الوزراء. الشيء بالشيء يذكر اليوم عندما صدر القرار الأخير حول عبد الغني الأسدي بأنه باستبدال لكونه قائد شجاع وأنه شارك بالعمليات وبالقتال بدفع عصابات داعش وإلى آخره، فلاحظ رئيس الوزراء بأنه مناسب بالمكان المناسب. وحتى التغيرات في بعض الوزارات عندما حدث بأنه رئيس الوزراء هو على علم بهذه المسألة ويعرف ماذا يصنع وما هي القرارات. الشيء يذكر كذلك عندما يتجول الآن رئيس الوزراء بالوزارات وبهذه المسميات، دخل قبل أيام إلى وزارة النفط، لاحظ أن وزارة النفط تحقق إنجازات وتترجم على أرض الواقع، فمن خلال هذه المسألة قال رئيس الوزراء أمل من كل الوزارات أن تكون كوزارة النفط وأن تكون كما لاحظ بأن وزير النفط الحالي ولاحظ من وكيل وزير النفط شؤون التوزيع كريم حطاب حققوا إنجازات وتترجم على أرض الواقع، فطبطب على أكتافهم وساند هذه الوزارة. فنأمل من كل الأطراف بأنه أن تجيب لقرار رئيس الوزراء وأن تكون كل المؤسسات وكل الوزارات كوزارة النفط. وضحت الفكرة أستاذ باسل. يعني لو انتقلت إليك أستاذ علي، يعني كيف تابعتم الإجراءات الأخيرة أو المواجهة الأخيرة إذا صح التعبير بين السيد الكاظمي وكتائب حزب الله العراقي؟ هناك من يصنفها بأنها بداية معركة ضد هذه الفصائل المسلحة ولحصر السلاح بيد الدولة وإعادة هيبة الدولة وسيادتها، وهناك من أجراها أو صنفها كإجراءات يعني روتينية كجهة تنفيذية من قبل السيد الكاظمي. يعني بداية يجب أن أقر أولا أن ضيفيك الكريمين بالتأكيد هم أقدر على شرح مثل يعني التفاصيل والإشكاليات العراقية، لكن يعني عندما يتصل الأمر بهذه الثنائيات إذا صح التعبير، يعني أنه بمعنى ثنائية الدولة والدويلة سلطتين عسكريتين، هذا مؤشر واضح وهذا يتعارض بطبيعة الحال عمليا مع فكرة الدولة، مع التعريف الأولي لفكرة الدولة هي حق حصرية السلاح في يد الدولة. وبالتالي لا يمكن، ونحن أنا أتحدث عن التجربة اللبنانية أيضا، هذه الثنائيات هي مدمرة بطبيعة الحال مهما كان هدف هذا الطرف أو ذاك. مجرد وجود سلطتين متنافستين أو أنها سلطة تستقوي على أخرى أو أن سلطة تحاول أن تأخذ من صلاحيات الأخرى خاصة في الشأن العسكري والأمني، هذا بطبيعة الحال سيحدث خللا داخليا. وأنا أعتقد أنه كما لبنان كذلك العراق، هذه الثنائيات يدفع ثمنها العراق. لا شك أنه الحشد الشعبي لا أحد يقلل من شأن دور الحشد الشعبي، لكن لا يمكن للحشد الشعبي أن يكون أو يتبع قوى ويتبع قرارات لجهات خارج السلطة الشرعية. أحببنا هذه السلطة الشرعية أم لم نحبها؟ يعني هذا أمر مختلف عن رأينا بمن يحكم العراق ومن هي السلطة العراقية. لكن هذا الثنائية هنا تتنافى مع فكرة الدولة. بالتالي ما أنا أعتقد كمراقب من خلال الدور الذي يقوم به رئيس الحكومة العراقية والذي جاء بطبيعة الحال كما تمت الإشارة انطلاقا أيضا من الحراك الشعبي والانتفاضة التي شهدها العراق خلال الأشهر الماضية والتي أدت بطبيعة الحال إلى هذا التحول النسبي في المسألة السلطة العراقية، والعراقيين كلهم كانوا يطالبون، هناك مطلب واضح بأن يكون الدولة تستعيد دورها تستعيد حضورها إدارتها للأمور بسبب الانهيارات التي شهدناها في العراق على مستوى الإدارة على مستوى الفساد على مستوى يعني الانهيارات المالية الاقتصادية، كل ذلك كان يدعم يعني كان يدفع الكثير من القوى ومن الرد الفعل العفوي للناس أن يكون هناك دولة. الحاجة للدولة هي مسألة أساسية، لكن أيضا يجب أن نقول أن هذه الحكومة التي تشكلت رغم أنه يقال كما قال ضيفك الكريم أن يعني الإيحاءات الأمريكية، أنا لا أريد أن لا أقول أنه ليس هناك إيحاءات أمريكية، لكن أيضا يجب أن نقر أن هناك إيحاءات إيرانية، وهذه الحكومة عكست توازن ما إيراني أمريكي بحدود ما يعني زيادة في العنصر الوطني العراقي، يعني بمعنى
الحصة الوطنية العراقية زادت عن الحكومات السابقة، وأصبحت هذه الوجهة هي التي يراهن عليها العراقيون أن تتوسع سواء على الحساب الإيراني أو الحساب الأمريكي، بمعنى أن تتبلور أكثر فأكثر الهوية الوطنية العراقية. بهالمعنى أنا أعتقد أن الاستراتيجية التي يعتمدها الكاظمي تعبر تعكس يعني تعكس المزاج العراقي العام. كيف يتم تطبيق ذلك، ينجح في ذلك، يحقق هذه الفكرة الأساسية أن الدولة هي الأساس، هي صاحبة القرار، هذا أمر آخر، هل ينجح في ذلك؟ لكن نجاح في ذلك بتقديري هو نجاح لكل العراقيين، لأنه أقصى ما يمكن أو أسوأ ما يمكن أن يقع به العراق أن يعود مجددا أن يكون ساحة تصفية حسابات إقليمية، ويتحول الشعب العراقي كما دفع الشعب اللبناني في سنوات سابقة ويدفع الشعب السوري اليوم بطبيعة الحال أن يكون مساحة لتصفية حسابات دولية وإقليمية. طيب. فرصة الكاظم كمراقب من بعيد أعتقد أنها فرصة إيجابية يجب استثمارها، ويجب الدفع باتجاه أكثر فأكثر تعزيز المؤسسة، مؤسسة الدولة أو الدولة ومؤسساتها الدستورية، وتعزيز أكثر مناخ الوطنية العراقية المستقل. طيب. الذي يتيح للعراقيين أن يكونوا فعلا شعبا لا قويا ومحترما وقادرا أن يكون ندا للأطراف المختلفة. أعتقد أن هناك فرصة. طيب. يمكن أن تكون مطروحة اليوم أكثر من أي وقت أمام الشعب العراقي. طيب. من أجل أن يحقق ذلك. نقاشنا مستمر ضيوفي الكرام، ولكن بعد أن نتابع المقال التالي ومن ثم نعود. عندما يطالب زعيم ميليشيا مسلحة ممثلة في البرلمان رئيس الوزراء بعدم التدخل في شؤون البلاد الداخلية، نكون أمام فاجعتين. الأولى أن هناك من يتعامل مع موقع رئيس الوزراء على أنه مدير تنفيذي لشركة خاصة تم تعيينه من قبل أطراف تمتلك أسهما في شركة تجارية، ولا يحق لمديرها إلا تنفيذ ما اتفقوا عليه. أصحاب القرار في البيت السياسي الشيعي لم يسلموا مصطفى الكاظمي المنصب التنفيذي الأول إلا بعد وصولهم إلى طريق مسدودة، وانفجار تباينتهم التي كادت تصل إلى نزاع مسلح أقرب إلى حرب أهلية شيعية شيعية، وفي تعاطيهم معه الآن يتحملون مسؤولية إفراغ هذا المنصب من صلاحياته وجعله على قياس مصالحهم. فما قاله زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق قيس الخزعلي في الرسالة التي وجهها إلى مصطفى الكاظمي بعد العملية الأمنية ضد ميليشيا الكاتيوشا تعبر بوضوح عن مطالب هذه الجماعة المسلحة التي تحصر دور هذه الحكومة في إخراجهم من مآزقهم المتراكمة منذ 17 عاما، وتهيئة الظروف لعدم خسارتهم السلطة عبر انتخابات نيابية مبكرة تسيطر على نتائجها عبر قانون انتخابي غير عادل وصناديق اقتراع محمية بسلاحهم. هذه القوة العاجزة تطالب الكاظمية بالذهاب إلى الدول الغربية والعربية من أجل مساعدة العراق اقتصاديا وصحيا، وباعتقادها أن هذه الدول جمعيات خيرية أو صليب أحمر دولي ستلبي مطالبها، لكنها مصرة على عرقلته أمنيا وسياسيا، وتلوح باستجواب حكومته بحسبانها مقصرة في معالجة مشكلات العراقيين، والأخطر تلويحها بأنها تملك البدائل وبإمكانها إطاحة الكاظمي. بين التهديد بإقالته وتلويحه بالاستقالة يحتفظ مصطفى الكاظمي بخياره الأخير، فقرار مغادرته المنصب سيعيد أزمة الطبقة الحاكمة إلى مربعها الأول، وسيضعها في مواجهة مفتوحة مع انتفاضة الأول من تشرين، فسلاح الاستقالة الذكي سيصيب هدفه بالصميم، لكن ما بعد الكاظمي سيختلف جذريا عما سبقه، وسيضع العراق دولة وشعبا أمام شبح الفوضى والفراغ، وعلى الأرجح أنه آخر شخصية مدنية تحكم العراق قبل أن يملأ الفراغ جزم سوداء وقبعات حمر. أستاذ حسين، يعني بالعودة إليك، وتحدثنا قبل أن ننتقل إلى المقال بالخلافات الحاصلة داخل العراق وداخل بغداد. حقيقة هناك من الكتاب من رأى بأن هذه العقبات أو هذه الخلافات هي يعني الداخلية والتشرذم المبطن هو ما دفع دول الجوار إلى التعدي على السيادة العراقية على غرار ما يحصل اليوم من قبل تركيا وإيران واستهدافهم
للأراضي العراقية بالرغم من كل الدعوات العراقية لوقف هذا العدوان وترويع المدنيين واستباحة أراضي العراق. بالنسبة لكثير من تقريبا كثير من القضايا حتى نصوب الأمور، الكاظمي حكومة الكاظمي هي الضغط الأمريكي على الكويت بذرائع مختلفة، الأحزاب والكتل بأنها مرتبطة بالجمهورية أو غير أو أنها يعني ميليشيات بالسلاح وذريعة فرض هذه الدولة. هذا الكاظمي يتصرف تصرفات غير مسؤولة، والكاظمي بشخصيته هذه غير قادر على يعيد صياغة العملية السياسية وفق الرؤية الأمريكية. ومن هنا وبذريعة كما ذكرت أبدأ بذريعة فرض هيبة وحصر الدولة، كان الحري بالسيد الكاظمي أن يذهب إلى كردستان البيشمركة. البيشمركة سلاحا تجهيزا ورواتبا ومخصصات من الحكومة العراقية، لا يستطيع الكاظمي السيطرة على معبر واحد من معابر الحدودية التي تربط العراق كدولة مع دول المتجاورة. ترك هذه القضية وذهب باتجاه الحشد الشعبي، الحشد الشعبي واستهدف اللواء 45 بالتذكير. هذا اللواء هو ضمن هيئة الحشد الشعبي. فإذا كان إذا سلمنا أن هنالك عناصر تقوم بعمل عناصر من الحشد تقوم بعمل كبيرة عمال الإجراءات، يعني هذا لا يستلزم أن يتدخل الكاظمي بشكل شخصي وتتدخل الإدارة الجيش الأمريكي كما ذكر وعب. طيب أستاذ حسين، يعني أنت ترى بأن الرد العراقي أنت ترى بأن الرد العراقي على العدوان الخارجي عناصر مطلوبة، كان من أن يسلك طريقا آخر وهو أن يذهب باتجاه الأطر القانونية ويتم إلقاء القبض على هذه العصابة من خلال وبالتالي يقوم السيد الكاظمي بتقديم هذه الاتهامات للقضاء العراقي، ولا داعي أن يذهب بهذه الطريقة وأن يذهب بهذه استعراض القوة ويبدأ بالفصيل. هذا الفصيل حقيقة أولا هو ليس خارج إطار الدولة، هو ضمن منظومة الدولة. طيب أستاذ حسين، يعني سنبقى في سيادة العراق، يعني حقيقة ما يحصل داخل الأراضي العراقية ليس ببعيد عما أو عن العدوان الخارجي. يعني نحن اليوم نتحدث عن عدوان تركي قابله الجانب العراقي أو الحكومة العراقية باستنكارات وتنديد ورفع شكاوى أو ما إلى ذلك. يعني هل أنت ترى بأن الحكومة هي ردت أو رد الحكومة العراقية ليس بالمستوى المطلوب تجاه هذا العدوان التركي والإيراني أيضا؟ يا سيدي، حكومة الكاظمي أضعف حكومة وصلت إلى السلطة بعد 2003. هذه حكومة يعني ليس لديها القدرة وغير مؤهلة وليس لديها أي إمكانية أن تفرض أو أن تفتح ملف فرض هيبة الدولة خصوصا مع تركيا. وبالتالي يعني اللي هو لا يستطيع أن ينطق ببنت شفه باتجاه السفير التركي في بغداد لاعتبارات كثيرة. اولا باعتبار انه هنالك تنسيق كبير بين اقليم كردستان والاداره الامريكيه، ثانيا لولا التسهيلات اللي يقدمها الاكراد لحزب العمال الكردستاني لما تجرأت تركيا واقامت هذه العمليات الغير يعني ليست الاولى ولن تكون الاخيره. هنالك قواعد يعني قواعد وتحرك واسع للجيش التركي في شمال العراق، اجتياح للحدود وطرد نقاط. ماذا فعل اقليم كردستان سوى السكوت وذهب باتجاه بغداد وهو لا يسمح لبغداد ولجهاز مكافحه الارهاب ان يذهب باتجاه معبر حدودي اراد الكاظمي وتبجح الكاظمي. طيب استاذ حسين، يعني كسبا للوقت لو سمحت لي ان انتقل الى ضيفي الاستاذ علي الامين. استاذ علي، يعني هناك من يقول بأن ما يحصل داخل الأراضي العراقية أو داخل بغداد لا يختلف كثيرا على العدوان الخارجي، فأليس حري بالحكومة العراقية اليوم أن تضع حدا لهذا العدوان
التركي الإيراني على الأراضي العراقية الذي لا تزال منذ أسبوعين وإلى الآن مستباحة أمام هذه الطائرات وهذه الجنود والتوغل داخل الأراضي العراقية؟ يعني الأستاذ حسين لا شك أنه أشار إلى جملة إشكاليات، وهي أنا أوافقه عليها فيما يتصل بكثير من الأمور التي نتجت ما بعد مرحلة الاحتلال الأمريكي و دخول العراق في العام 2003 إلى اليوم. لا شك هذه إشكاليات، وشهدنا في سنوات سابقة خاصة فيما يتصل بإقليم كردستان والمشكلات المتعلقة بهذا الإقليم، لكن يجب أن نقول بطبيعة الحال أن هذه مشاكل يعني هي نتاج إشكالية دستورية تتعلق بالاتفاقيات وبما أقره الدستور العراقي، وهي تحديات مطروحة على العراق بطبيعة الحال. لكن إذا أردنا أن نأخذ هذه الذرائع، وهي كما قلت أنه ممكن أن الطرف الآخر طرف مقابل يقترح ذرائع أخرى ويتمسك بها، كلها ستوصل في نهاية الأمر إلى هذا التشتت الذي يعني كانت نتيجته في مرحلة سابقة واضحة، بمزيد من تحلل الدولة العراقية ومزيد من إنيارية ومزيد حتى أن يتحول العراق إلى دولة يعني تستجدي العون من دول إقليمية ودول وأطراف ومساعدات، وهو كما نعلم جميعا من العراق يعني تاريخ العراق وقدرات العراق النفطية وما إلى ذلك من مقومات على مستوى الشعب على مستوى الأرض والزراعة وما كل ذلك، يعني تجعل من العراق ليس مفترض أن يكون دولة، إنما دولة تعين كل الدول العربية ربما في مكان ما. وبالتالي أريد أن أقول أن الإشكالية الأساسية هي في مسألة غياب السلطة الفعلية في الدولة العراقية. التحدي الميليشيات التي لا أقول الحشد الشعبي فقط، لأنه حتى تحول الحشد الشعبي لمراكز قوى، وشهدنا في الفترات السابقة يعني نمط ميليشيوي بدأ يدخل إلى المساحة الاجتماعية العراقية ويثير المزيد من المشكلات والآثار السلبية على الحياة العامة وحتى الحياة السياسية وحتى التطور الديمقراطي الذي نطمح أنه العراق يذهب إليه أكثر فأكثر، تجاوزا لكل المراحل السابقة للاستبداد. ويجب أيضا الإشارة أنه حتى النخبة العراقية الحاكمة اليوم هي أيضا بطبيعة الحال دخلت بالعراق وحكمت العراق، لا أريد أن أقول ليس لها شرعية شعبية، إنما أيضا هي استفادت واستثمرت الغزو الأمريكي ودخلت. طيب أستاذ علي، يعني كما تفضلت تحدي الميليشيات وعدوان تركي إيراني واستباحة الأراضي العراقية وبذرائع واهية، الكل يعلم بأنها واهية هي هدفها احتلالي توسعي من قبل الاحتلال التركي، صحيفة الشرق الأوسط تتساءل وسط كل هذا ماذا لو استقال الكاظمي؟ كيف تعلقون؟ أنا باعتقادي استقالة الكاظمي ستعني إما يعني دخول العراق، وأنا بتقديري لأنه الكاظمي مهما ولا يعني أريد أن أعطيه شرعية أنه هو يعني وراء أو له أو هو ممثل هذا الحراك والانتفاضة الشعبية، لكن الكاظمي التقط ربما هذا الحس العام العراقي الوطني العراقي الذي يريد أن يذهب أكثر، يريد من السلطة أن تذهب أكثر إلى أن تمسك بالقرار وتمسك بالسلطة الفعلية في العراق وأن يكون هناك دولة حقيقية. وبالتالي استقالة الكاظمي ستعني إذا كانت جاءت في سياق يعني تراجعي أمام الضغط الميليشياوي وبذلك إلى مزيد من يعني تراجع العراق، وبالتالي ربما ندخل مجددا في فصل جديد من الانتفاضة العراقية التي ستذهب أكثر أنا برأيي إلى ضرب كل هذه القوى الميليشياوية، لأنه الذي قبل بالكاظمي أن يأتي ليس بسبب الضغط الأمريكي، يجب أن ننتبه لهذه النقطة، بسبب الضغط الشعبي قبل الضغط الأمريكي. الضغط الشعبي الذي أشعر كل هذه الميليشيات بأنها تفقد غطاءها الشعبي وبدأت تتحول إلى هدف لهذا الشعب. طيب. لذلك الكاظمي جاء ليحميها بطبيعة، يعني يحميها بمعنى أن يخف فهو مجبر الخسائر. فهو مجبر اليوم بالتالي على تلبية متطلبات الشارع العراقي، هذا ما تريد يوصله أستاذ علي الأمين؟ بالتأكيد. طيب لو سمحت لي ننتقل للأستاذ حسين. أستاذ حسين بعجالة لو سمحت، هل سينجح الكاظمي في مساعيه للحفاظ على سيادة العراق سواء كان داخليا أو خارجيا؟
أستاذ حسين؟ نعم. هل تسمعني؟ طيب بعجالة لو سمحت، هل سينجح الكاظمي في مساعيها الرامية إلى استعادة السيادة العراقية وهيبة الدولة داخلياً وخارجياً؟ يعني فكرت هيبة الدولة من منظور الكاظمي، لا أظن أن الكاظمي ليس يعني سوف يستطيع أو ينجح في مسعاه، لأن هناك قوة حقيقية على الأرض لا يستطيع لا الكاظمي ولا الذي يقف وراء الكاظمي من أن يطبق أجندته الخاصة في العراق. فإذا أراد الكاظمي أن يترك هيبة الدولة يجب عليها أن يصل في اتجاه الدول التي تتدخل في الشأن العراقي، وأن يخرج القوات الأجنبية من العراق مثل أمريكا وتركيا، وأن لا يسمح لتدخل لا إيراني ولا سعودي ولا أي دولة أخرى في الشأن العراقي. فإذا استطاع الكاظمي أن يفرض هيبته على دول الجوار في هذه المرحلة سوف يقبل الشارع العراقي إجراءات الكاظمي. طيب. والكل يعرف أن كما ذكر بيتيت أن الكاظمي هو نتاج الضغط الأمريكي الذي حرك الكثير من الكثير من الشارع، يعني من الشباب، من مواطنين داخل الساحة العراقية الناطنين على سياسات الحكومة السابقة. لكن بطبيعة الحال هذا لا طيب أستاذ حسين، يعني أنا أستاذ حسين أعذرني على المقاطعة، ولكن أنا أشكركم جزيل الشكر، تجاوزنا الوقت المخصص لحلقة هذه الليلة. كنتم معي من بيروت الكاتب والصحفي علي الأمين، ومن بغداد الأكاديمي والباحث السياسي حسين الكناني، ومن بغداد أيضا الكاتب والمحلل السياسي باسل الكاظمي. إذن مشاهدينا نصل وإياكم إلى ختام اليوم السابع، والآن نستعرض نتيجة مشاركاتكم والإدلاء بآرائكم عبر السؤال المطروح على موقعنا الرسمي. أشكر لكم طيبة وكرم المتابعة مشاهدينا، ولا تنسوا زيارة موقعنا الرسمي جيوم تيفي دوت نت لتكونوا أحد المشاركين بآرائكم. إلى اللقاء.